انا مدام ايه الجبري، مصممه ومنفذه حاجات تطريز يدوي، مفروشات وهوم اكسسوارز وشنط. والله هو صراحه فرصه كويسه ان الواحد يشارك في معارض زي كده، على اساس ان فيها بيبقى برضو دول عربيه وتعارف، ومعرض جميل. هو اول مره يتعمل بس صراحه ممتاز، يعني انا حاسه ان هو ظريف فيه، في ان الواحد يعرف ناس كتير يعني من كل الدول العربية. يعني في ناس والدعاية كويسة، بس هي يعني المفروض الدعاية كانت تعمل أفضل من كده شوية، بس كويس يعني الحمد لله. دكتورة رشا مرجان، دكتورة في الطباعة اليدوية المنسوجات. والمعرض في 15 دولة عربية، ووزارة التضامن بعتت لنا موافقة بإن احنا ننزل معهم المعرض، وأنا المنتج بتاعي رسم على القماش وعاملة دكتوراه في الفن ده، هو اسمه الرسم على المية. والرسم على المية فن موجود في معظم متاحف العالم على ورق، وأنا لما كنت بعمل الدكتوراه حبيت ألاقي فن أقدر أحوله على قماش عشان ده تخصصي، فاخترت فن الرسم على المية، وبالفعل جربته على كذا نوع قماش وطبقته ونجحت فيه الحمد لله. أجمل حاجة في المعرض بصراحة وجود الدول العربية معانا، يعني الواحد يتمنى أن هم يكونوا موجودين بصفة دائمة معانا، وأن يكون في دايما وحدة عربية، ودي حاجة رائعة، وأتمنى يكون في بقية الدول العربية تنزل معانا أكثر من مرة. سيد إبراهيم من محافظة شمال سيناء، المشروع بتاعي اسمه ملامح سيناوية. المشروع عبارة عن إيه؟ هو الحفاظ عن التراث السيناوي من خلال إن إحنا بندمج التراث التقليدي مع التصميمات العصرية اللي هي ممكن تناسب كل السيدات، اللي هي تقدر تلبسها في يعني في أي مناسبة، تلبسها برضو في حياتها العملية عادي. إحنا المنتجات بتاعتنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن الشال السيناوي، عبارة عن مفرش، عبارة عن العبايات، كل الحاجات دي كلها بتصاميم وحاجات عصرية جميلة جدا. برضو عندنا العطار السيناوي اللي هي ممكن يعني بتتمثل شمال سيناء بصورة كبيرة جدا، زي زيت زيتون، زي الهريسة الشطة، زي المرامية. المرامية دي حلوة جدا للمعدة والبرد والقولون، احنا في ظل كوفيد 19 كان احنا بنستخدمها كان على طول دايما، يعني كان ده العلاج الاساسي بتاعنا. كل الحاجات دي كلها طبيعية 100%. احنا موجودين في معرض بيت العرب لأول مرة بيتعمل في مصر هنا، ومعانا 12 دولة عربية. حاجة مشرفة وحاجة جميلة جدا لمصر هنا ان هي تبقى المنصة الرئيسية لكل الدول ديت. فبجد شكرا لسيدة الوزيرة نفين القباج وسيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكرا جدا لك. هبة سرقات، رئيس جمعية سيدات جرش الخيرية من الأردن. المشاركة جدا جميلة، أضافت للجمعية سي في قوي جدا. الحلو بموضوع المشاركة انه وزارة التضامن الاجتماعي بمصر جمعت كل الدول العربية، عملت تبادل ثقافات جدا قوي، فكان الهدف انه نعمل تمكين مرأة بإشهار شغل السيدات بالحرف اليدوية، لانه احنا بجمعية سيدات جرش شغلنا يدوي بجمهورية مصر العربية. احنا كمان اعطونا شيء اكبر من هيك، انه شبكونا مع ناس خارج مصر من الناس المشاركة بالمعرض. احنا معروضاتنا انا وزملائي من المملكة الأردنية كلها عن الحرف اليدوية، كلها شغل ستات 100%. ست عنا بنمكنها اول شيء بندربها بالحرفة، واحنا دورنا كرؤساء جمعيات انه نطلق بشغلها سواء معارض داخل الاردن او خارج الاردن. فالشغل اقتصر على تطريز الخياطة، الصابون، الخشب اللي داخل فيه تطريز. في عندك جمعية كانت تشتغل على ورق الموز، تدخل فيه صناعات مطورة. يعني احنا بنشتغل التراث الاردني بس بشكل مطور. اقبال حلو، تعرفنا على ناس جدا جميلة بالاقبال، ناس ما كنا نعرف. يعني رؤساء جمعيات بمصر نفسهم اجوا عشان يتعرفوا على شغل الدول العربية المشاركة بالمعرض، فكان الاقبال حلو. ايمن حمودة، مطعم لوحات ديكوباش وكولاش. مبادرة حلوة طبعا من رئاسة الجمهورية وسيادة الرئيس، ان هو عمل جاب لنا 7 دول أو 8 دول عربية وقدامنا نكون نافذة ليهم، احنا صعب ان احنا نسافر لهم، فاحنا يبقى في تبادل ثقافات مع بعض. بالنسبة في اي معارض كتير بتتعملها الدولة دلوقتي طبعا بيبقى فيها مثلا المصريين مع بعض، في الزبون اللي احنا ما بنعرفش نوصل له، فالمعرض بقى الجديد الدول العربية. طب الدول العربية دي مفهومها ليه؟ مردود عليا ليه؟ بشوف الثقافات اللي هم ممكن انا اتعاون معاهم فيها كشغلي، وفي نفس الوقت هم يتعاونوا معانا بشغلهم. يعني مش جايين هم برضو ضيوف شرف وبس، لا، ده تجابل تجاري. طب بمعنى ايه؟ انا مثلا شغلي ديكوباش بتكنيك اللي هو 3D، وعندي التراث بتاعنا اللي هو الاسلامي او القبطي او الفرعوني، اكتريه الفاطمي هو مستريح ليه. انا بقى بقول له لا، عندي حاجه تانية كمان،
انا عايز ايه، انا ممكن اعمل التكنيك بتاعي بالتراث بتاعهم. يعني السعوديه فيها مكه مثلا، فيها جده القديمه، العمان فيها مثلا مسجد السلطان قابوس، فيها بعض المزارات اللي عندهم التراثيه، ابتدي اشتغلها بالتكنيك بتاعي اللي هو ممكن ما يكونش موجود عنده. انا نفس القصه، اشوف ايه اللي يناسب السوق المصري واعمل تبادل معاهم. فدي بقى هدفي، انا نزلت اكيد اعرض للجمهور وبيع للمصريين والاخوه العرب، وفي نفس الوقت يبقى عندي ديل طويل المدى ان انا اصدر او استورد منه. انا بصيت يعني الحمد لله شفت مجروحه مش شكر في المعرض، طبعا الديكوريشن طبعا موجود، شايف حضرتك شكله ايه، في اختلاف طبعا عن المعرض، معمول في قصر قبه، دي حاجه كويسه جدا برضو ان الجمهور اللي داخل، انا نفسي اول مره اخش قصر قبه ودي حاجه تاريخيه طبعا، فدي مهمه بالنسبه لي. ثانيا المنظر اللي بره يخليك تتشجع انك تخش الخيمه. العرضين طبعا من السلوم، من القاهره، من الفيوم لغايه اسوان والنوبه، ده بيتكلم على مصر. لكن ما شاء الله الحمد لله ضفت الشرف في الاردن، مكرس السعوديه، امارات، الكويت، قطر، موريتانيا، فلسطين، ليبيا. فبقول لك دي نافذه لينا مش بيع بس، يعني احنا بنتكلم ان هو فعلا دي حاجه مهمه جدا. اول معرض ان انا اتكلم معاهم مش ان هو يشتري، انا بعت العرب كتير في معارض كتير، لكن لا، تبادل ثقافي وتبادل ثقافات مع بعض. يعني هو ما عندهمش التكنيك بتاعي مثلا. بالنسبه لزميلي برضو الزجاج اللي هو بيتنفخ باليدوي ما عندهمش، فما هيبقى ممكن هم عندهم مثلا عين ورش تدريبيه او معارض يعملوها عندهم وياخدوا بعض العرضين، سواء انا موجود او مش موجود، زمايلي اللي تناسب شغلهم او تناسب ثقافتهم ممكن نشتغل مع بعض بيها.